بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدين الكرام، وأهلا بكم طلبة وطالبات المدارس الثانوية للتمريض في قناتكم قناة مدرسة التمريض والطب. والنهاردة هنتكلم عن موضوع القلق العصابي من مادة الطب النفسي المقرر على الصف الثالث الثانوي تمريض. فيلا بينا. القلق العصابي هو انفعال غير مريح يتسم بالخوف والتوتر بدون سبب ظاهر أو كافي. والقلق انفعال بيحصل لمعظم البشر نتيجة تعرضهم لبعض المواقف المحرجة أو المواقف الصعبة في حياتهم. والقلق العصابي نوعين، القلق السوي والقلق المرضي. القلق السوي وهو القلق اللي بيحصل لكل الناس نتيجة مواقف معينة، زي مثلا التعرض لمواقف محرجة أو إنسان هيعمل عملية جراحية بيحصل له نوع من القلق، أو الطلبة اللي مقبلين على الامتحان أو داخلين الامتحان برضه بيحصل لهم نوع من القلق، أو أي مواقف صعبة بتمر على الإنسان وده بيكون رد فعل طبيعي عند كل الناس. أما القلق المرضي وهو عبارة عن قلق حاد في شدته وغالبا ما يحدث بدون سبب ظاهر. وبنفرق بين القلق والخوف بأن الخوف بينتج من مواقف أو أشياء معينة في البيئة بتخلي المريض يحصل له حالة من الذعر، وبيحاول المريض تجنب هذا الموقف. لو جينا نتكلم عن الأسباب، فإحنا عندنا الأسباب في أسباب ديناميكية وأسباب سلوكية وأسباب حيوية. لو استعرضنا الأعراض بتاعة القلق العصابي، فيه نوعين من الأعراض، أعراض جسمانية أو أعراض بدنية، وفي أعراض نفسية. الأعراض الجسمانية أو الأعراض البدنية، هذه الأعراض بتصيب معظم أجهزة الجسم بتتأثر بالقلق. فعلى سبيل المثال، مثلا لو جينا نتكلم عن الأعراض الجلدية، هنتلاقي المريض بيحصل له عرق غزير وبيبقى فيه شحوب في لون الجلد، وممكن نتلاقى الشعر بتاع جلده بيقف. القلب والأوعية الدموية بيبقى فيه سرعة ضربات القلب وخفقان بالصدر ونبض بالرأس والجسم، وبيبقى فيه ارتفاع في ضغط الدم. أعراض الجهاز التنفسي بيبقى فيه صعوبة في التنفس وسرعة في التنفس وإحساس بالكتمة في الصدر وحرقة بمنطقة الفؤاد. أعراض الجهاز الهضمي بيبقى فيه جفاف في الحلق وعسر في البلع وزيادة حموضة المعدة وعسر هضم وكذلك انقباض القولون وإسهال. أعراض الجهاز البولي بيبقى فيه كسرة في التبول وبيبقى فيه اضطراب في الحيض عند النساء وفطور جنسي في النساء. في العضلات بيبقى فيه توتر عضلي وأوجاع في العضلات وآلام روماتيزمية وصداع وأوجاع في الرقبة وأسفل الظهر وأوجاع في الجسم والأطراف. أعراض الجهاز العصبي بيحصل صداع ودوار ورعشة بالأطراف والاضطرابات الحسية بالأطراف ومثل برودة وتنمير الأطراف. العين ممكن يحصل إجهاد في العين ووجع في العين واتساع حدقة العين، رؤية القراءة غير واضحة. بنلاحظ أن مريض القلق النفسي
بيروح لمعظم الأخصائيين في الأمراض أو في التخصصات اللي احنا قلنا عليها، سواء كانت جلدية أو قلب أو بطنة أو أعصاب أو عيون، لأن الأعراض اللي هم بيشتكوا بتكون أكتر في الأجهزة المختلفة اللي قلنا عليها، فبالتالي المريض بيروح للأخصائيين دول، وبعدين الأخصائيين في الأمراض المختلفة دي هم اللي بينصحوه في النهاية إن هو يروح لدكتور نفسي، لأن هم لما بيكشفوا على المريض بيتلاقوا المريض سليم الأعراض النفسية اللي بيحس بيها المريض. المريض بيحس بيبقى عنده قلق وعنده المزاج مش طبيعي وعنده إحساس بالخوف وتوتر، بيبقى عنده زيادة في حدة الانفعال وعنده أرق مع كثرة الأحلام المفزعة والكوابيس، وعنده عدم القدرة على التركيز وصعوبة التذكر وخاصة في الأعمال الذهنية، بيبقى عنده خوف من المرض البدني والانشغال على الصحة الجسمانية، وده أكتر حاجة بتقلقه، بيبقى عنده اضطراب السلوك كالتوتر والململة وكثرة الحركة والتلعثم بالكلام. ومريض القلق بيعرف من سحنته، من شكله، عنده ترقب وعنده نوع من الخوف بتكون ظاهرة على وجهه وعيونه، وعنده عدم القدرة على الاسترخاء ودايما كثير الحركة. وفي مجموعة من الأمراض بتندرج تحت القلق: الفزع والخوف الاجتماعي والوسواس القهري والقلق العام. يبقى الفزع أو الهلع هو عبارة عن نوبات متكررة الحدوث بتتميز النوبة فيها بالخوف والقلق الشديد، وبتكون مصحوبة بأعراض جسمانية بتحدث فجأة وممكن تستمر لبعض الدقائق. والأعراض اللي بتبقى مصاحبة للحالة بيبقى فيه خفقان للقلب وصعوبة في التنفس وألم بالصدر، وبيبقى في عرق ورعشة وغثيان واضطراب في الهضم وإحساس بالدوخة والصداع والخوف من الموت، حيث يعتقد المريض أن تلك النوبة ليست إلا أعراض موت. الخوف الاجتماعي وهو عبارة عن نوبة بتحصل للمريض عند تعرضه لأي موقف اجتماعي سواء مع أصدقائه أو في البيت، بيحس فيها بالارتباك والخوف والقلق الشديد. النوع الآخر وهو الوسواس القهري، وعبارة عن اضطراب في الأفكار والأفعال. وفي نوعين من الوسواس القهري، وهما وسواس الأفكار ووسواس الأفعال. وسواس الأفكار وهو عبارة عن أفكار ملحة ومستمرة أو شعور أو صورة غير صارة بيقتنع بها المريض، وبيبقى عارف إن هي أفكار سخيفة وغير مقبولة ولكنها مفروضة عليه. هو بيحس إن الأفكار دي مفروضة عليه في دماغه رغم عنه، يعني غصب عنه الأفكار دي مفروضة عليه وما بيقدرش إن هو يقاومها أو يكبتها. زي الأفكار دي ممكن تكون أفكار في عملية النظافة أو الطهارة أو الدين أو الجنس أو المرض، ونتيجة إن هو مشغول بهذه الأفكار المريض بيفقد أي اهتمام آخر في حياته، وبالتالي بتتدهور جوانب حياته الأخرى. النوع الثاني الأفعال القهرية، وهو إن المريض بيكرر أفعال معينة باستمرار، زي مثلا عملية الوضوء أو الصلاة أو أي أفعال بيحس إن هو ما عملهاش فبيعملها مرة واثنين وثلاثة، وطبعا المريض بيضيع وقت كبير جدا في الموضوع ده، فبيأثر على حياته بعد كده، وكمان بيأثر على الناس المحيطين به في البيت. النوع الآخر من القلق وهو القلق النفسي العام، وهو التوتر وانشغال البال بأمور عديدة أغلب اليوم في مدة لا تقل عن 6 شهور، وبتكون مصحوبة بأعراض جسمانية
بيحس بها المريض، زي ممكن تحصل له أفعال لا إرادية، وبيحس بآلام جسمانية زي آلام العضلات والشعور بعدم الطمأنينة وعدم الاستقرار، وبيبقى عنده ضعف في التركيز. وهذه الأعراض بتؤثر على في كل جوانب وحياة المريض، من الناحية الاجتماعية أو الأسرية أو التعليمية أو كل نواحي حياته. إحنا كده خلصنا موضوع القلق العصابي، وإلى اللقاء في موضوعات أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.